انضم إلينا من واشنطن السيدة ماندي واكر، المستشارة السابقة في البيت الأبيض والخبيرة في الشؤون الاستراتيجية. أهلا بك معنا سيدة ماندي. أمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبرغ يقول أنه لا بديل للغرب عن مواصلة الدعم لأوكرانيا في وقت تسود فيه الشكوك، يعني فيما يتعلق بالدعم الأمريكي، خاصة وأن كان هناك تصريح لمساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية بأنه على كييف أن تبدأ في نفقاتها الخاصة بالسلطات الأوكرانية فيما يتعلق بهذه الحرب. برأيك سيدة ماندي، ما مستقبل الدعم الأمريكي لكييف؟ من وجهة نظري أعتقد أن هذا الموقف ذو حساسية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن كنا من كبرى الداعمين الأساسيين لأوكرانيا في هذه الحرب على ما بقدر يفوق 70 مليار دولار بما لا يشمل الدعم العسكري الخاص. فبذلك أعتقد أن الأمريكان أيضا لديهم بعض القضايا الأخرى الدائرة التي تتعلق بإسرائيل، وبناء على الهجمات التي حدثت في الأردن فإن الولايات المتحدة بالفعل لديها اتجاه منقسم، وبدأ هناك اتجاه لجبهات مختلفة، وحيث أن هناك أيضا بعض الإشكاليات الداخلية في الولايات المتحدة التي تتعلق بالحدود. فبالتالي الكونغرس عليه أن يتخذ قرارات حاسمة، وفيما يتعلق إذا ما يستمر في دعم العمليات في أوكرانيا أو لا، بناء على ما تقدمه الدول الأخرى حول العالم، خاصة وأن هناك سيدة ماندي معارضة شديدة من الجمهوريين المتشددين فيما يختص بتقديم هذا الدعم، يعني الذي وصفوه في بعض الأحيان أنه لا محدود أيضا لأوكرانيا ولم يتحقق أي مكسب على الأرض. الاتحاد الأوروبي قدم حوالي 77 مليار دولار، نحن نتحدث عن 44 دولة وحوالي 44 دولة في أوروبا، والولايات المتحدة كدولة وحيدة قدمت حوالي 75 مليار دولار، وهناك طلب بدعم إضافي بيقدر ب 60 مليار دولار. الطلب مقدم للكونغرس حتى الآن، وهناك دلالات كبيرة على مبالغ كبيرة تقدم كدعم لأوكرانيا، ونحن ليس واثقين بنسبة 100% إذا ما كانت هذه الأموال ستحقق أهدافها أو لا، خاصة أن الأوكران لم يظهروا أو يثبتوا أن لديهم مصارف للأموال بشكل متكامل. نعم سيدة ماندي، مع الصعوبات وغياب التقدم والإنجاز والمكاسب الميدانية في هذه الأزمة الأوكرانية، برأيك يعني هل نحن بصدد مفاوضات ربما، أم سيكون هناك استمرار في هذا الصراع؟ ما يظهر من وجهة نظري أنه لا يوجد أي نهاية تسنح وتلوح في الأفق لنهاية هذا الصراع، حيث أن روسيا تستمر وترغب في استمرار هذه الحرب ضد أوكرانيا، وقد استمروا في التقدم داخل أوكرانيا، وبوتين لم يظهر أي دلالة على أنه لديها الرغبة في التهدئة أو بدء التفاوض بنية حسنة لإنهاء هذه المناوشات. وأنا أعتقد أن لديه عقلية سواء بتحقيق النصر أو لا شيء بديلا لذلك. نعم، على أي حال بشكرك شكرا جزيلا من واشنطن السيدة ماندي واكر، المستشارة السابقة في البيت الأبيض والخبيرة أيضا في الشؤون الاستراتيجية، شكرا لوجودك معنا في القاهرة الإخبارية.